شكون يطوع واحد اخر من الشيابه الحاج اي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. آية الكرسي اللي قريناها منذ لحظة كم فيها من كلمة؟ شوف انت مزوج انت مازال عاسب واشك سنة ودعمين ده مازال مكتوب انا طولت الحاج طولت صح ربي مازال مكتوب ربي يرزقك بزوجة صالحة ان شاء الله امين ان شاء الله وهذه بداية الطريق ان شاء الله تاع الزوجة ان شاء الله ان شاء الله راهم ضروك الالاف من العنبية انت عنبي طرف عنبة ساكن عنب وطرف كيف ما يسالش ايوا كيف كي عنبة كي نعم عندي سكن لهنا في عنبة ربي يبارك الناس طيبين ما شاء الله الان راهي الاف النساء راهي تتفرج فيك وهذه الخطوه الاولى نبدو بها كم كلمه في ايه الكرسي نقراها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وما يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم انت راح ندوك معنا المزامير داود انت هاتلك في الحصه ربي يبارك ما شاء الله على وليدات عنبة طيب لكن ما جاوبنيش على سؤالي كم عدد كلمات ايه الكرسي وانا شوف ما خبيش عليك انا نحب عنابه وناس عنابه الله يبارك او قالها واحد حتى نحن نحبوك يا شيخ تحبك الايام الطيبه في التلفزيون مع المشايخ نحبوك الله هاي نورني كان تحبني نعت لي قداها تحبني وقول لي قداها 50 بارك الله فيك الله اكبر حيوا لي ولد عنابه ربي يبارك بارك الله فيك